مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد ومع موضوع جديد من برنامجكم ثقافة قانونية. موضوعنا النهار اليوم هو موضوع عميق، ولو كان نبدأ فيه ما راحش تفرى، لأنه إحصائيات الوفاة في هذا الوباء كانت تعادل أو تقل عن كوارث حوادث المرور. وفي هذا العدد راح نركزوا عن عقوبات هذه الجريمة، عقوبة ما يخص القتل الخطأ الناتج عن حادث المرور الجسماني. إذا كان السائق في حالة سكر يعاقب من 2 إلى 10 سنوات، وإذا كان يقود في شاحنة ولا حافلة وضرب واحد وقتله وكان سكران من 5 إلى 10 سنوات، وإذا واحد ضرب واحد طنوبيل وما هوش سكران عادي ولكن كان مرتكب إحدى هذه المخالفات اللي هي تجاوز الخاطر، الإفراط في سرعة، عدم احترام الأولوية القانونية، عدم الامتثال لإشارة التوقف التام، المناورات الخطيرة والسير في الاتجاه الممنوع، الاستعمال اليدوي للهاتف النقال ولا الكتمان ذو الجهات، حمولة زائدة في أي مركبة، سير المركبة دون إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا ولا يكون الضباب وانعدام الرؤية، استعمال الأجهزة الصوتية السمعية البصرية أثناء القيادة، يعني تتفرج كما جماعة اليوتيوب يسوق ويتفرج، يكون هنا الحبس من 1 إلى 3 سنوات، وإذا كان يسوق في كاميون ولا حافلة من 3 إلى 5 سنوات. وفي حالة الجرح الخطأ، يعني تمشي بسيارة وانت سكران وتجرح واحد فيها، الحبس من 1 إلى 3 سنوات. كل واحد دار حادث مرور جسماني وارتكب إحدى المخالفات اللي قلناهم، الحبس من 6 أشهر لعامين. هادو كامل قلناهم باش تعرف غدوة من بعيد الشر يتبلك واحد ولا يضربك بسيارة ولا أي واحد تعرفه يتعرض لأي من هذه الحالات واش دير، وحقك ما يضيعش، ولا الأشخاص اللي تعرفهم وبهتاني تلتزموا بقواعد السياقة السليمة، لأنه الأحكام تاع حوادث المرور بزاف ناس يستهزوا فيها. ولهذا كل واحد عنده سيارة أو أي وسيلة نقل حاضر ومتعرضش حياة الآخرين للخطر، لأنه ممكن راح تيتم عائلة وممكن تحرق كبدة أم، ودير في بالك حياتهم قاع ما يسمحولكش. وما ننسوش حاجة، احنا مسلمين وديننا يقولنا باللي ربي سبحانه يغفر جميع المعاصي، لكن ما يغفرش شخص ظلم شخص وآذاه حتى يسمح له باش ربي يسمح له. مشاهدينا، لحقنا لنهاية العدد، ما بقى لي إلا نقول لكم نشوفكم في عدد جديد مع موضوع جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.